إيران توعدت برد انتقامي على الهجوم الإسرائيلي الذي طال أراضيها في الساعات الأولى من صباح يوم أمس، وهذا الأمر كان قد تطور من خلال اجتماع أيضا عقد يوم أمس من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحضور المرشدة الإيرانية الأعلى، وتحدثت عدد من المصادر حول هذا الاجتماع الذي قيموا من خلاله الضربات الإسرائيلية، ما هو الضرر وما هو الرد الذي يجب أن تتجه إليه إيران. وهنا جاء المرشد الأعلى لكي يذكر الآتي اليوم: قد ارتكبت إسرائيل خطأ فادحا قبل ليلتين، وعلينا أن نجعلهم يدركون قوة الشعب الإيراني وعزيمته وقدرته على المبادرة. لا بل إن رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف قال بأن الرد سيكون مؤكدا، وحتى الصحف الإيرانية مثل وطن أمروز أيضا ذكرت بأن على إيران الرد على ما جرى. وحتى التقديرات الإسرائيلية لا تختلف مع هذه التصريحات أبدا، بل إن الإسرائيليين يرون بأن فعلا إيران سترد على هذه الهجمات. الأمر الغير معروف متى ستقوم بالرد، ولكن الرد حتمي وإسرائيل مستعد لهذا الرد، لأن هذه الضربات لم تكن عادية أبدا بحسب ما تتحدث عنه إسرائيل وحتى المصادر الغربية والأمريكية مثل نيويورك تايمز التي ذكرت بأن الضربات الإسرائيلية قامت بتجريد المنشآت النووية والنفطية من أي دفاعات، وجعلت الأجواء متاحة لإسرائيل، وتحولت أو حولت هذه الضربات هذه المنطقة بأكملها الأجواء الإيرانية إلى مساحة متاحة لها لضرب كل هذه المنشآت التي ذكرناها. لا بل إن الول ستريت جورنال نقلت بأن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا عددا من الدول العربية بأن إسرائيل وصلت إلى أهدافها بدقة عالية للغاية. والمشكلة بالنسبة لإيران بأن 4 قد قتلوا من الجيش الإيراني جراء هذه الضربات، وهم طبعا مسؤولين عن هذه المنظومات الدفاعية منها S-300، وكذلك هذه الضربة رسمية أولى من إسرائيل باتجاه إيران، وأطلقوا عليها تسمية أيام الحساب، أي إن الأمر لن ينتهي بيوم واحد. وإيران دائما هي ترد على الهجمات الإسرائيلية، هي تقدم نفسها كطرف يرد على هذه الضربات الإسرائيلية، وأن إسرائيل هي التي تبدأ بهذه القضية. على سبيل المثال إن الضربات المتبادلة التي نراها خلال أو رأيناها أساسا خلال هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق بين إسرائيل وبين إيران هي بدأت منذ استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وشهدنا عملية الوعد الصادق في أبريل، وبعد ذلك قامت إسرائيل الموساد الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية في الأراضي الإيرانية، وبعدها حسن نصر الله على الرغم من أنه لبناني إلا أن عباس نيلفروجان قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان، هذا هو الاعتبار المهم لعباس نيلفروجان، كان مع السيد حسن نصر الله وقتلوا جميعا بالضربة الإسرائيلية التي تبنتها تماما. بالتالي كان لدى إيران العذر الكامل لضرب إسرائيل، وها هي تضرب بهذا الشكل المباشر من خلال عملية أيام الحساب التي نتحدث عنها. بالتالي إيران من الممكن لها أن تذهب لمثل هذا الطريق ولمثل هذا الخيار، خاصة وأن الأمور تبدو أكثر سوءا مما تم الإعلان عنه في الساعات الأولى أو في اليوم الأول بعد الضربات يوم أمس، خاصة وأن إيران انترناشونال جاءت لتتحدث بأن الطائرات لم تستخدم فقط الأجواء العراقية في هذه الضربات، لا أبدا، بل أن طائرات F-35 الشبح اخترقت الأجواء الإيرانية وحلقت فوق العاصمة الإيرانية طهران، وضربت عددا من الأهداف في الداخل الإيراني. وقد تكون واحدة من الأدلة الملموسة على أو حول ما جرى هي التحديثات في القمر الصناعي الجديدة اليوم التي نشرتها الأسوشيتد بريس لعدد من الأهداف أو لهدفين، هي موجودة إلى جنوب شرق طهران وإلى شرق طهران. جنوب شرق طهران بورجين تحديدا هي التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، وأصبح هذا الأمر واضحا من صور الأقمار الصناعية التي سنلقي نظرة عليها الآن. هذه هي المخازن التي كانت قد استهدفت، وتلاحظ أن هذه صورة القمر الصناعي المحدثة لطبيعة هذا الاستهداف، تلاحظ بأن هذه المنشأة هنا تحديدا بالإضافة إلى هذه المنشآت نوعا ما تغير لونها، ليس واضحا بشكل أكيد ما إذا كانت هذه المنشآت أو المخازن أو المستودعات بالفعل كانت قد استهدفت، لأن الهيكل لا زال واضحا لهذه المباني، لكن الأكيد أن هذا المبنى كان قد دمر بالتمام والكمال كما نلاحظ. لاحظ هنا هذا هو قبل وهذا هو بعد، نقترب من هذا المبنى نراه مدمرا بشكل كامل. ما هو مثير هنا للاهتمام، إذا ما ألقينا نظرة على هذا المبنى سنرى بأن إيران صممته بطريقة محمي بالجبال، لاحظ كيف أنه محمي بهذا الشكل بتضاريس المرتفعات كما نلاحظ، وهذا هو الذي يحمي هذه المنشأة من أي ضربة تأتي من بعيد من صواريخ بعيدة المدى على سبيل المثال أو متوسطة المدى من الطائرات الإسرائيلية من فوق الأجواء العراقية على سبيل المثال، لن تتمكن
من ضرب هذا المبنى بهذا الشكل، لأن هذا المبنى محمي كما نلاحظ، ولاحظ كيف أن الحماية واضحة جدا لهذا المبنى على مستوى حتى الشرق والغرب من أي شيء ممكن أن يأتي من أي اتجاه، من الاتجاه الشمالي أو الشمال شرق أو شمال غرب هذا المبنى تحديدا، فإن الطائرات ستكون لديها مشكلة. حتى وإذا اخترقت الأجواء الإيرانية هي بحاجة أن تكون قريبة جدا من هذا المبنى أو فوق المبنى كي تستهدفه أو من الاتجاه المعاكس، وبالتالي الطائرات واضح. هذا يعطي دليلا أن الشبح من الممكن جدا اخترقت الأجواء الإيرانية والدفاعات الإيرانية غير قادرة، الدفاعات الإيرانية غير قادرة على معرفة هذه الطائرات أو من ضبط هذه الطائرات وهي تحلق، والواضح بأنها قد تمكنت من الوصول لهذا المبنى وضربه بهذا الشكل، وهذا قد يؤكد طبيعة الاختراق الذي جرى من هذه الطائرات. ومعلومة إيران انترناشنال، لا بل ما هو خطير أن خجير أيضا التي كانت قد ضربت وهي إلى الشرق من إيران أيضا أو من العاصمة الإيرانية طهران تحديدا، هذه المباني ستلاحظ أيضا هي مصممة بنفس الطريقة. إيران بنتها بطريقة تحميها من أي ضربات تأتي من الحدود العراقية من بعيد، تحديدا هذه المباني أو هذه المستودعات على الحافة كما تلاحظون. أي صاروخ سيصطدم بهذه المنطقة تحديدا، ولاحظ أيضا من جهة أخرى سترى بأنها محمية، ممكن من بعيدا تضرب المباني في الخلف لأنها ظاهرة، لكن الطائرة يجب أن تأتي بهذا الشكل بالقمر الصناعي كما نلاحظ من أجل استهداف هذه المستودعات أو المخازن أو المنشآت. وتأكد بالقمر الصناعي بأن هذين المستودعين أو الهدفين هي الأهداف التي كانت قد استهدفت وكانت جزءا من 20 نقطة التي استهدفتها إسرائيل صباح يوم أمس. ولاحظ هنا قبل وهنا بعد، ولاحظ كيف أن هذه المباني قد دمرت بسبب هذه الضربة، وهذا أيضا يعطي دليلا آخر بأن الطائرات فعلا من الممكن ومحتمل جدا في ظل هذه المعطيات أنها اخترقت الأراضي الإيرانية وقامت بتوجيه هذه الضربات التي نتحدث عنها. ما يزيد الأمر سوءا هي التفاصيل أيضا التي نشرت من قبل موقع أكسيوس الأمريكية اليوم، الذي كان قد ذكر بشكل واضح أن إسرائيل كانت قد استهدفت أهدافا ليست بالعادية مرتبطة بسلسلة توريد الصواريخ وبناء الصواريخ وإمدادها على المستوى اللوجستي، من ضمنها 12 كوكبا أو كما يطلقون عليها مثل المنشآت التي هي متخصصة، منشآت يعتبرونها خلاطا كوكبيا وهي تعمل على عملية صناعة الوقود الصلب للصواريخ تحديدا البالستية البعيدة المدى، أي بمعنى آخر بأن من دون هذه المنشآت تحديدا لن تتمكن من تزويد هذه الصواريخ بالوقود الصلب، بالتالي هذه مشكلة حقيقية بالنسبة للجانب الإيراني، وأن هذه الأهداف التي استهدفتها إسرائيل تعتبر متطورة للغاية وبأنها من صناعة الصين، وكي تستعيدها إيران مرة أخرى هي بحاجة لعمل مكثف من الصين لما يقرب على الأقل سنة كاملة كي تستعيد هذه المنشآت مرة أخرى، عملها والوقود الصلب لهذه الصواريخ، وكذلك أيضا في نفس الوقت بأن المنشآت الدفاع أو البطاريات والرادارات الخاصة بمنظومات S-300 التي دمرت من قبل الجانب الإسرائيلي من خلال هذه الضربات تحديدا 4 بطاريات هي التي ذكرت، بعض التقارير تحدثت عن أكثر من ذلك مع منظوماتها الرادارية، هي تشكل مشكلة بالنسبة لإيران، لأن إيران لا تصنع هذه المنظومات بل إن روسيا هي التي تصنع هذه المنظومات، وأن روسيا أساسا منشغلة في حربها مع أوكرانيا وهي بنفسها بحاجة أساسا لصناعة الصواريخ وللدفاع عن أراضيها بسبب الحرب المستمرة وحلف الناتو وهذا الصراع الكبير، وهذا ما فهمته تماما إسرائيل عندما قامت بهذا الاستهداف. وبالتالي وعلى هذا الأساس فإن موسكو وإن حاولت مساعدة إيران فإن الأمر سيحتاج إلى وقت كثير من روسيا لكي توفر مثل هذه المنظومات، وحتى وأن توفرت هذه المنظومات فليس واضحا بالنسبة لإيران إن استعادت كل الأضرار وقامت بإعادة بنائها مرة أخرى، ليس واضحا كيف لها أن تواجه هذا السيناريو الخطير القادم من قبل الجانب الإسرائيلي، ألا وهو استهدافات من فوق الأجواء العراقية لضرب هذه المنظومات، وهذه المنظومات غير قادرة على فعل شيء تجاه هذه الضربات. شهدنا هذه المسألة في شهر أبريل وها نحن نشهدها مرة أخرى خلال هذا
الشهر في الساعات الأولى طبعا من صباح يوم أمس من خلال طائرات F-15 والF-16، وتحدثنا عن طائرة F-35، وبالتالي المواجهة المستقبلية ليست واضحة كيف، وليس واضحا كيف لإيران أن تواجه هذه المسألة، ولكن أيضا في نفس الوقت هذا قد يوضح بأن إيران قد تعجل من صفقة السوخوي 35، وذلك لأن السوخوي هي قادرة من الممكن مع التدريب الصحيح والحقيقي بالنسبة للطيارين طبعا الإيرانيين في روسيا أن تدخل هذه الطائرات أيضا، كما تدخل F-15 والF-16 فوق الأجواء العراقية، وتضرب إيران أن تأتي سوخوي 35 عفوا لمواجهة هذه الطائرات فوق الأجواء العراقية لحماية الأراضي الإيرانية في نهاية المطاف. بالتالي هذه مسألة ليست بالعادية وليست بالسهلة بالنسبة لإيران لدراستها أو حتى في مواجهتها على المستوى المستقبلي، لا بل إن إيران واجهت مشكلة أيضا في الداخل في العاصمة الإيرانية طهران، حيث ظهرت بعض المقاطع التي توضح بأن مضادات الطائرات المعروفة هنا، وهي من المضادات 23 ملم أو حتى 30 ملم كما نلاحظ هنا، هذه 23 ملم الخاصة بالجيش الإيراني كانت تعمل في أجواء العاصمة الإيرانية طهران مثل هنا في هذه المقاطع كما نلاحظ، وهي تحاول التصدي لشيء ما. طبعا هذه المنظومات ليست للتصدي لطائرات F-35 أو للF-15 على سبيل المثال، لا أبدا، هي عادة تعمل لمواجهة من؟ مواجهة الطائرات المسيرة تحديدا، وهذه مشكلة حقيقية خاصة إذا ما حددنا هذا الموقع. تلاحظ المبنى طبعا هنا مميز، وهنا مبنى آخر، وهذا مبنى مرتفع آخر كما نلاحظ. الصورة في القمر الصناعي إذا ما اتجهنا لها سنلاحظ ملاحظة مثيرة للغاية من خلال توجه هذه الضربات أو النقطة التي استهدفت. هذه الصورة طبعا التي نلاحظ بأنها كانت متطابقة مع ما لاحظناه من هذه المبنى أو هذه العمارة، وبالتالي المنظومات الدفاعية كانت تعمل بهذا الاتجاه، أي أنها تعمل إلى شرق طهران من هذا الاتجاه، لأننا قمنا بالالتفاف على مستوى 360 درجة، وبالتالي الحقيقة أن هذه المنظومات والمضادات كانت تعمل بالاتجاه المعاكس لهذه الصواريخ. الصواريخ من المفترض أن تكون قادمة من الأجواء العراقية كما تحدثت إيران، كما تحدثت العديد من المصادر، لكن هذه المنظومات المضادة للطائرات تحديدا كانت تعمل بالاتجاه المعاكس، مما يوضح بأننا أمام احتمال كبير أن طائرات مسيرة كانت تشغل هذه المنظومات الدفاعية كي تضمن إسرائيل الوصول إلى أهدافها من المنظومات S-300 أو المنظومات الأخرى طبعا التي كانت قد استهدفتها لفتح الطريق مباشرة للقيام بعملية اختراق مستقبلية على العاصمة الإيرانية طهران. وقد يكون واحدة أو قد تكون واحدة من الأدلة على أن فعلا كانت هنالك طائرات مسيرة فوق العاصمة الإيرانية طهران، وقد ينكشف هذا الأمر مع الوقت، هي الوثائق العالية السرية التي هي تابعة للاستخبارات الأمريكية وسربت على العلن وانتشرت في كل مكان. واحدة من التفاصيل تحدثت أن إسرائيل تتدرب على عملية سرية بالطائرات المسيرة، وبالتالي مشاغلة المنظومات الدفاعية أمر منطقي لتحقيق الأهداف في نهاية المطاف بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذا يفسر تماما التهديدات الإيرانية التي نتحدث عنها، لأنها ضربة لم تكن عادية على المستوى العسكري تحديدا. ويبدو أن الولايات المتحدة تعي هذه المسألة، حيث كانت هنالك 6 طائرات من طائرات KC-135 شارو تانكر من طائرات تزويد الوقود دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط يوم أمس بعد الضربة الإسرائيلية على إيران، وتوجهت إلى قاعدة العديد، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرات. كذلك كانت هنالك 3 طائرات أخرى اليوم كانت قد دخلت أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرات. وظهرت بالفلايت رادار 24 طائرات KC-135 وهي تحلق بهذا الشكل ذهابا وإيابا، وهي تراقب ما يحدث في الداخل الإيراني من أجل معرفة ما إذا كانت إيران ستقوم بأي عملية انتقامية محتملة. وزيادة طائرات تزويد الوقود يعني زيادة فترات التحليق لطائرات الاستخبار الإلكتروني، الطائرات الحربية، للاستعداد لساعات طويلة من الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، خاصة وأن إسرائيل قالت بأنها جاهزة للرد بسرعة على الرد الإيراني المحتمل. بالتالي نحن أمام ظروف خطيرة وجديدة نتحدث عنها اليوم، وتهديدات إيرانية غير متوقعة بعدما قلل الإعلام الإيراني كثيرا من أهمية الضربة الإسرائيلية وبأنها فشلت أو أخفقت، لكن يبدو أن التصريحات القادمة من المسؤولين الإيرانيين توضح أن الأمر
مختلف تماما، وإيران قد تكون مضطرة للرد، ولكن متى هذا هو الأمر الغير معروف.